أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. अगर आपको मेरी तिलावत की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना आप सब।